أنا مش قادر أصدق. جايالي البيت؟ أمال أجيبك إزاي؟ ما أنا كلمتك ما ردتش. وبعدين التليفون اتقفل. رحت لك المستشفى عند حماك قالوا لي إن أنت ما بتروحش. هو إحنا مش في بينا اتفاق وأنا مستنية رد؟ ما كانش اتفاق. ده عرض أنت عرضتيه عليا. والمفروض أفكر فيه إذا كنت أقبله أو ما أقبلوش. وبعدين أنت قلت لي معاك وقت لحد ميعاد الجلسة. والجلسة فاضلها 3 أيام. يعني انت لسه بتفكر؟ ما رحت تشكر المحامي ليه؟ بطنك كبرت يا بنت عمي. فاطمة! انت بتعمل ايه؟ فاطمة! تعالي يا فاطمة. ده حنان بنت عمي. أنا حكيت لك إن أنا اتقدمت لها وهي رفضتني زمان. حنان زي بقية إخواتها. عاوزاني أتنازل عن القضية. بس هي بقى عملت أوسخ من اللي عملوه ده. جات لتبيعني نفسها. واتطلقت من جوزها. وجات للعيلة بوريالة اللي هو أنا. وقالت لي يلا يا قاد. إحنا ممكن نتجوز دلوقتي. بس بشرط إن أنت تتنازل عن القضية. طب جوزك اللي انت بتحبيه ابو ابنك او بنتك اللي في بطنك بعتيهم عشان شوية فلوس انت هتاخديهم. انا بقى هتعملي فيا ايه وانت اصلا ما بتحبنيش؟ كفاية إيهاب. انت سألتني اذا كنت بحبها ولا لا. ايوة كنت بحبها وبحبها جدا كمان. وسألتيني اذا كان رفضها ليا وجعني. ايوة وجعني. وجعني طول السنين اللي فاتت دي كلها. أنا اتجوزتك يا فاطمة عشان أنساها. أنا كنت بستغلك لما كنت بنام جنبك. كنت بفكر فيها وبحلم بيها. كنت بدور على أخبارها. عايز أشوف إنها نزلت صور جديدة عشان أعرف شكلها بقى عامل إزاي. كنت بقول لك جملة حلوة يا فاطمة. كنت بقولها وأنا مغمض عيني عشان شايفها هي قدامي. الشيطان وهمني إن أنا ما حبيتش حد غيرها. كل ده راح راح وانتهى. فضل مكانه القرف القرف. أول ما جيتيلي اديتيني الشهيدة. الشيك بتاعك يا بنت عمي. أنا بحب مراتي. بحبها بجد. بشكرك إن أنت خليتيني أعرف الحقيقة دي. خليتيني كمان أتأكد إن أنا مش بياعة زيك. مش بياعة. أنا بحب العيلة دي وهفضل أحب العيلة دي. مش هبيع سامعة؟ مش هبيع. تعالي يا فاطمة. تعالي. يا حلو حبيبة أختها لسه لابسة هدومها ليه؟ قومي 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 غيري يا حبيبتي عشان تريحي حق.
ملكي حنان. بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلمي، كنت فين يا حنان؟ انت بتعيطي كده ليه يا بت؟ في ايه؟ في انطائي؟ عارفه يا حنان، قبل ما ابقى حامل ما كنتش بتمنى العيال. اه والله، اصل انتوا كنتوا عيالي. اه والله عيالي اللي ما خلفتهمش. قولي يا حبيبه قلب اختك مالك. ايه جرالكو؟ يا دليا، انا قاعد مع الجماعه. اكيد يا دليا فطرت. ايه شغلي على الصغيره ده؟ طيب خلاص خلاص بقى، انا قاعد في وسطي ومش عارف اتكلم. يلا سلام سلام. يا حرام، دي باين عليها بتحبك قوي. ايه خايفه لتكون ما فطرتش؟ ما تعودناش ان احنا ما نفطرش سوا. خلاص قولها ان ده مش اي يوم، انا بحتفل مع شريكي بافتتاح المعرض الجديد. يا جيجي، الافتتاح بعد العيد. لما هنعمل كده من دلوقتي، هنعمل ايه لما نفتتح بجد؟ يا حياتي، دي هتبقى ليلة تانية خالص. هتحولي الفلوس امتى؟ فلوس؟ فلوس ايه؟ ايه اللي فلوس ايه؟ في شيكات تستحق الدفع يوم 10، والبنوك بتبقى قافلة في العيد. طب هو انت رصيدك في البنك ما يغطيش الشيكات؟ واحنا نستهبل ولا ايه يا جيش؟ رصيد ايه اللي يكفي؟ ما انت عارفة كل حاجة بالورقة والقلم. وما عملتش حسابك ليه قبل ما تمد ايدك وتمضي الشيك؟ نعم يا روح امك. ايه روح امك دي؟ خلي بالك واتكلم كويس قوي وانت بتتكلم معايا. الفلوس يا جيجي، ها؟ الفلوس الشيكات ابو 300,000 جنيه. طب ما انا عارفه، وعارفه كمان ان انت عندك 10 شيكات كمان بمليون ونص. انت مالك اتخطيت كده ليه وبطلت تاكل؟ الفلوس هتيجي امتى يا جهان؟ عارف يا هاني، في زمان كده حكايه طويله وكلنا ما بناخدش بالنا منها. نفسي اقولها لك، ان الشيطان بيفضل يقول للبني ادم تعال لي يا حبيبي، تعال لي وانا ساعدك، تعال لي وانا اعمل لك واسوي لك. ولما البني ادم بقى بيقع في الفخ ويتزني، يكري على الشيطان ويقول له تعال الحقني، انت عشمتني، انت كركرتني. يقوم بقى الشيطان يقول له ايه؟ يقول له انا مالي، هو انا كنت ضربتك على ايدك؟ انا بقى الشيطان ده. انا بتلبسيني من الاول يا بنت الكلب، ده انا اشرب من دمك. اوعى تعمل حاجه وتتهور، البيت كله بتراقب وبتسجل كل حاجه،
ومش هتعرف توصل له. احسبها كويس، تحب تخش السجن في قضية شيكات ولا تخش عند هشماوي في قضية قتل؟ هخش في قضية قتل يا جيهان، هقتلك يا جيهان، هخش في قضية قتل يا جيهان، هتموت. عرفت ليه دخلك السجن تاني؟ على قد ما حبيتك، على قد ما كنت بسهر عشان اوفي حلفاني. كنت محضر لك حاجات تانية، بلاوي اكتر من اللي انت فيها، بس موضوع اختك جابك لغاية عندي، وموضوع المعرض خلق زي الجزمة في رجلي. ارجع ارجع السجن يا هاني، ارجع. كل ثانية هتقضيها فيه هتندم على النعمة اللي انت رفضتها في رجلي. ارجع، ده مكانك اللي انت تستحقه. ارجع. الحاجة صفية عاملة ايه؟ لسه فاكر الحاجة صفية؟ اللي مهان عليك حتى تتصل بيها وتسأل على صحتها وانت عارف انها كانت تعبانة وراحت المستشفى. وبعدين انت عارف كويس قوي ان امي بتعتبرك زي اخوها. ربنا وحده اللي يعلم امك دي غالية عليا قد ايه، وربنا مطلع ان كنت كل يوم بدعي لها انه يخفف عنها ويعافيها ويشفيها. بس انت كنت عايزاني اعمل ايه يا منيره؟ كنت عايزاني اجي ازوركم في البيت بعد ما حنان اختك طردتني منه وطردت ابني من دنيتها كلها. حنان اختي؟ حنان اختي تعبانه قوي يا حاج. تاكلي كنافه بالقشطه؟ ما تهربش من الموضوع. والله العظيم انا كل ما ابص في وشها احس انها عايزه تضرب نفسها 100 جزمه انها طلبت الطلاق. هي قالت لك طلبت الطلاق ليه يا حاج؟ كلها ايام والحكايه دي كلها تخلص وجلسه المحكمه تعدي ومعدناش نفتح الموضوع ده نهائي. لا حول ولا قوه الا بالله. انت عايزه ايه بالظبط يا منير؟ عايزه لم، عايزه لم ما بعترش، عايزه اعشش ما طفش يا حاج. طب انا راضيه ذمتك يرضيك حنان اختي تولد وجوزها ما يبقاش جنبيها؟ يرضيك العيل يطلع ما يلقاش ابوه؟ يا حاج يا حاج احنا الكبار، احنا اللي بنسامح، عايزين نعلم العيال دي قلبها ما يبقاش جامد وازاي يسامح. منيرة بس ده يا ابني خلاص هيتجوز. هيتجوز؟ وربنا كرمه ببيت. بس ايه يا منيرة؟ انت حلال اوي، اسمها جهاد، بنت طيبة وبنت ناس وبتحبه وخايفة عليه،
يعني هي دي اللي تقدر تصونه وتراعيه وتخلي بالها منه. يعني تقدر تقول كده يا وليلة إن جهاد دي زي حنان أختك، بس حنان بتاعت زمان، بتاعت زمان قوي. فاكراها يا وليلة؟ مش هتبطل القنعره اللي هي فيها دودو تطلع تتفرج معانا زي الناس على طول مناخيرها كده اهو كده اهو. لا تطلع ازاي يا حبيبتي الهاني اذا كان هي اصلا راحت تشتري التلفزيون عشان ما تقعدش تتفرج معانا؟ وبعدين يا حبيبتي دلوقتي الفرجه ما بتلزش غير بالاتش دي. صدقها هم بالشبشب على دماغتكم انتوا الاثنين وانت بالذات. يا بنتي يا واطيه، ده لولا الفلوس اللي صرفتها عليكي يوم المستشفى كان زماننا دلوقتي يا اختي بنعجن في القرص اللي هنفرها على روحك اول يوم العيد. ما هو اكبر اعوذ بالله من لسانك. طيب يا اختي بس مش قوي كده يعني يا ماما، طلع فيها قوي. تطلع فيها زي ما هي عايزه بفلوسها يا اختي، سيبوني بقى اركز عشان المسلسل. الله، فين الزبادي يا هاني؟ ده انا مأكده عليك. وقف ايه؟ ما مسلمش حد. كنت خايفة منك، خايفة منك. ايه الرخامة دي؟ ما انت مش شايفني بتفرج على التلفزيون؟ هتسجل. ايه؟ يعني ايه؟ ما هو اللي قلت لك عليه لبسني في حيطه. يعني ايه لبسك في حيطه؟ ما هو مش المفروض ان انتوا مظبطين مع بعض كل حاجه زي ما قلت لي؟ كان مفخخني، كان عايز ينتقم مني. ليه؟ هينتقم منك ليه؟ انت مش بتقول انه صاحب ابوك؟ في ايه بينك وبينه خليه ينتقم منك؟ ده انت ابن صاحبه. صاحب ابويا. هو مش صاحب ابوك ولا ايه؟ هو انت كنت بتضحك عليا؟ كان بيكرهه داليا. طلع كان بيكره ابويا. وكان مفهمني انه بيحبه. بس انا دلوقتي فهمت انه كان بيكرهه، كان عايز ينتقم منه فيا. عشان كده مضاني على كل الشيكات لوحدي. دلوقتي بقى بيقول لي منك للديانة. يعني هتتسجن تاني؟ هتتسجن تاني وتسيبني لوحدي؟ ليه؟ ليه يا هاني؟ ده انا اديتك كل حاجة، ما كنتش عايزة حاجة من الدنيا دي كلها غير انك تبقى جنبي. تقوم تقولي دلوقتي انك هتتسجن تاني وتسيبني؟ مش عارف اعمل ايه؟ الشيكات موعدها قربت وانا مش عارف اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ العرس هتقوم نايل. الشيكات دي بكام؟ بكتير يا داليا، بكتير. ايوه يعني فوق 400,000؟ حوالي 1.5 مليون او اكتر. اشمعنى يعني 400,000؟ اشمعنى 400,000 يا دانيا؟ اصل انا اشتريت شقه ب 400,000 من 3 شهور. 3 شهور؟ كان معاكي 400,000 جنيه من 3 شهور يا دانيا وحشتيهم عني؟ مش بتوعي والله، ما بتوعي، دول بتوع ماما، اديتهم لي بعد ما رجعنا من السخنة. وما قلتليش ليه يا داليا؟ ما قلتليش ليه؟ ده الفلوس دي كانت ممكن تحل كل الأزمة. ما كنتش هضطر أعمل كل الهم اللي أنا فيه دلوقتي ده. ما قلتليش ليه يا داليا؟
كنت عايز اشتري بيت ليا وليك بعد ما انت واخواتك صرفتوا لي فلوسي كلها وما ربنيش منهم غير كام شهر في شقه ايجار. كنت عايز ادي لك الفلوس عشان ترميهم في المعرض ما يتحرق المعرض. يتحرق المعرض؟ انا كنت عايز اشتري بيتي لمنى. لو انت ما هيولع المعرض وانا كمان هولع معايا دانيا. دول 10 شيكات كل شيك فيهم لوحده يسجني 3 سنين. دانيا دانيا استني يا دانيا. راح فين؟ تعالي هنا. راح في 60 ده هيتشلي مالكش دعوه. هتسيبيني يا داليا كده خلاص؟ هتسجن؟ اعمل لك ايه؟ انا مفيش حاجه في ايدي اعملها لك. لا في ايدك يا حبيبتي، في ايدك والله. فلوس الارض دي لازم تيجي، لو جت هتنجدني. انا مش هتسجن. الشقه اللي انت خدتيها دي هتعيشي فيها لوحدك يا داليا. دول مش كام شهر هخش واطلع لك، دول سنين يا داليا. امك لازم تروح المحكمه ولازم تشهد باللي انتوا عايزينه. ونعمل ايه انا عشان اخليها تشهد؟ اسحر لها؟ هاني روح اتسجن. انا مفيش في ايدي حاجه اعملها لك خلاص. لا مش هتسجن يا داليا، انا ههجم البلد. هتهجم وتسيبني؟ حوشي اللي كانت متبتة فيا دلوقتي. ما انت هو بتقولي لي روح تسجن، يعني روح غور في 60 داهية. اغور في اي حتة الا اني اتسجن. ولو انت مش هتعرفي تساعديني انا هساعد نفسي. انا مش هتسجن تاني يا داليا، خلصت كده. ممكن اتكلم معاك شوية؟ عاوز ايه؟ وبعدين يا عمر، قعدتك دي وحبستك هنا هي اللي هترجعها؟ انت كده بتموت في نفسك. اموت نفسي؟ هو انا لما انزل كل يوم الف عليها في الشوارع وما الاقيهاش كده مش بموت نفسي؟ لما افضل عايش في الدنيا دي وتقع مش في حياتي كده مش بموت نفسي؟ انا ما بقولش انك تنزل تدور على تقى، الدنيا ما بتقفش. يلا نشتغل يا عمر، الشغل هو الحل الوحيد اللي يخرج البني ادم من الهم اللي هو فيه. اشتغل. تقى ما كانتش عاوزاني اشتغل معاكي، كانت خايفه منك، كانت متوقعه ان هيحصل ما بيني وما بينك حاجه. بس أنا كنت دايماً بقول لها مستحيل، إيه الهبل اللي أنت بتقوليه ده؟ بس هي كان معاها حق، ما كنتش أستاهل إنها تثق فيا. في النهاية أنا خنتها، خنتها. بس يا عمر اللي حصل بينا ما كناش لنا ولا انت نقصده. انت كنت سكران عشان كنت خايف على طقة، وانا كنت عايزة اعمل اي حاجة عشان اخرجك من اللي انت فيه. بتحصل يعني عادي؟ لا مش عادي، مش عادي. الخيانة مش عادي. انا في الاول ضيعتها ودلوقتي خنتها. انت جاي عايزة ايه؟ أنا مقدرة اللي أنت فيه، بس أنا عايزاك تنزل تشتغل عشانك وعشان ولادك، عشان تعرف تعوض ولادك عن كل حاجة، بدل ما تلاقي خلاص في الآخر باظت من كل حاجة. مالكيش دعوة بيا نهائي، خليكي في حالك وسيبيني في حالي، انسيني، انسيني خالص. الو. ايوه يا عمر. ايه؟
فين؟ في ايه يا عمر؟ في انهي حته بالظبط؟ يا عمر ايوه انهي مستشفى؟ جت لنا النهارده الصبح مخرجينها من النيل غرقانه. لحقناها على اخر لحظه. الواضح انها تعرضت لاعتداءات وانتهاكات كتير. بكره الصبح هنعرضها على دكتور امراض نفسيه وعصبيه. توا حبيبتي عامل فيك ايه يا ماما؟ عامل فيك ايه يا حبيبتي؟ قوليلي احكيلي توا. توا حبيبتي انا عمر، عمر حبيبك، عمر قلبك. أنا آسف يا حبيبتي، أنا آسف إن أنا زعقتلك وزعلتك، آسف إني مديت إيدي عليكي، تنقطع إيدي اللي اتمدت عليكي يا حبيبتي، تنقطع إيدي. أنا ما كنتش عايش وأنت مش موجودة، كنت حاسس إن أنا بموت والله، والله كنت حاسس إني بموت. تو انت بس خلاص خلاص، انت رجعتي بقى خلاص، وتديني سبب عشان اعيش من تاني. صح حبيبتي. بصي طمني، كل حاجه هتبقى كويسه، هنبقى كويسين، كل اللي نفسك فيه هيتعمل، كل حاجه لازم تمشي زي ما انت عايزه بالظبط، زي ما انت عايزه حبيبتي. ردي عليا يا حبيبتي، ردي عليا والنبي. توا مفيش حد معانا، انا وانتي بس، ردي عليا والنبي حبيبتي توا.